معكم In the Boardroom. شرفنا اليوم ان يكون معنا السيد شعيب مير هاشم خوري، مدير عام شركة مير هاشم خوري. اهلا وسهلا فيك. مرحبا اخوي. مرحبتين، كيف حالك؟ شو الخير؟ الله يسلمك. الله يخليك ويبارك فيك. مبدئيا الله يسلمك، بس لو تقدر تعبر عن نفسك بثلاث صفات. والله الصفات طبعا انا اشوف في نفسي انا انسان صبور. الصبر اشوف من الخصال المهمة في النجاح. وبعدين أنا إنسان حليم، يعني تعرف قليل الغضب، وهذا أظني بعد نقطة مهمة ثانية في النجاح. والصفة الثالثة أني أنا أستمع، يعني أكثر من ما أتكلم I like to listen. من تأخذك أفضل مثل في حياتك المهنية أو حياتك العادية أيضا؟ والله أنا عندي طبعا استمد وايد من المرحوم أبوي، يعني هو ربانا وعلمنا كل الأمور هاي. وبعدين في المرحلة الثانية يعني أنا استفدت كثير من فترة عملي في طيران الإمارات، وخصوصا في الفترة اللي عملت فيها في بريطانيا، وهي أعطتني يعني خبرة واسعة جدا في اللي يعني أنا أعتبره جزء كبير من نجاح في حياتي الخاصة. يعني شغفك واندفاعك للعمل يشعرك بماذا؟ شوف، العمل مهم لكل إنسان، فالاستمتاع بالعمل هو أهم شيء. إن الواحد لازم يكون فيه، إذا أنت العمل اللي تسويه ما تستمتع فيه أحسن ما تبتدي فيه. فيعني تعرف كل وظيفة أو عمل تسويه إذا أنت ما تستمتع فيه فما بتبتدي فيه. ما معنات النجاح بالنسبة لك، وكيف تصف النجاح؟ النجاح طبعا في نهاية المطاف كنا نعمل ونبغى نحقق شيء، والشيء المهم اللي أنا أشوف لازم أحققه اللي أعتبر النجاح بالنسبة لي هو أن أتحقق السعادة لي ولعائلتي واللي يشتغلون معي في الشركة والأصدقاء. الإنسان إذا كان سعيد فأصبح إنسان في نظري إنسان ناجح بكل المعايير.